هل تحاول دنيا باتما استفزاز محمد الترك بعدما ظهر وهو يذرف دموع يشتكي حرمانه من رؤية بناته؟ في الوقت الذي خرج فيه المنتج البحريني محمد الترك يشتكي حرمانه من رؤية بناته غزل وليلى روز، عمدت الفنانة دنيا باتما على مشاركة يومياتها رفقة ابنتها غزل، ونشرت الفنانة دنيا باتما مجموعة صور لابنتها غزل عبر خاصية ستوري بحسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تزامنا مع اعلان محمد الترك منعه الحديث مع بناته منذ حدوث المشاكل بينه وبين دنيا باتما. واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان التصرف الذي قامت به دنيا باتما تهدف من خلاله لاستفزاز محمد الترك الذي اتهمته بخيانتها وسرقة أغراضها رفقة فتاة تدعى وصال. وظهر محمد الترك مساء الجمعة في بث مباشر وهو يذرف دموع معلنا اشتياقه لبناته من زوجة الفنانة دنيا باتما.